السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، رجعنا لكم بفيديو جديد. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا هو كيف نتعامل مع زوج الحسون في بداية وضع البيض. إذن الإخوان، الحمد لله دابا الأغلبية ديال الإخوة كل شيء وصل لمرحلة أنه إما الإناث وضعت البيض ولا جمعات الأعشاش. الأغلبية ديال الإخوة اللي كيراسلوني فالحمد لله وصلوا لهذه النتيجة هذه، وحنا باقين على تواصل. أي واحد باقي عنده شي سؤال، الأغلبية ديال الإخوة اللي كيراسلوني سواء في الإنستغرام ولا في الصفحة راه كنجاوبهم تقريبا على جميع الأسئلة، ما كنخليش شي سؤال ما كنجاوبش عليه. وحنا ديما في تواصل، سواء بالنسبة للإخوان اللي وصلوا للمرحلة ديال أن الإناث عندهم جمعوا العش ولا وضعوا البيض، او الاخوان اللي باقي ما وصلوش لهاد المرحله هذه، ولكن الحمد لله راه الاغلبيه ديال الاخوه وصلوا لمرحله ان الاناث وضعوا لهم البيض. هذه بالنسبه للناس اللي كيراسلوني وكيصيفطوا لي الصور. اذا الاخوان نبداو على بركه الله. الاخوان الانثى فاش كتبدا كتحط البيض، فهنا الاخوان كنحاولوا ندعموها مزيان بالبروتيين والكالسيوم. انا في هذه المرحله هذه الاخوان كنتعامل مع الانثى بانني كنقدم لها نصف بيضه يوميا طيله المده اللي كتوضع فيها البيض. بحال مثلا وضعت 5 ديال البيضات، فاش تسالي دوك 5 ديال البيضات تبان لي الانثى حضنات، هنا كنحبس عليها البيض، كنولي نعطيه لها مره ولا جوج في السيمانه. هذا فيما يخص التغذيه. وبالنسبه للباطي ديال الدوده الاخوان، فهذاك كنخليه ليها في القفص ديما، ما كنحيدوش ليها من القفص، اون فوا كيتسالى كنعاود نزيدو ليها. حاجه الثالثه الاخوان هي الكريت ولا رمل البحر، فهذا كنخليه حتى هو في القفص على طول موسم الانتاج وعلى طول على طول السنه. اذا الاخوان هذا فيما يخص التغذيه، تقدر تدعمها بشويه ديال الفيتامينات في هذه الفتره هذه في الماء، تقدر تعطيها طبرنيل توتال ولا تعطيها اي مكمل تحتوي على فيتامين دي، بحكم اننا ما كنخرجوهمش للتشميس نهائيا في هذه الفتره هذه فاش تكون الانثى كتبدا كتوضع البيض، حيت خصنا نخليو القفص. وهضرت على هذه القضيه هذه بزاف، خصنا نخليو القفص في بلاصتو، ما نبقاوش نحركو الزوج ديال الحسون بزاف. كثرة التحريك ديال القفص ما غاديش تخلي الزوج ديال الحسون مرتاح، وبالتالي ما غيجمعوش لينا العش، ما غيوضعوش لينا البيض. بزاف ديال الاخوه كيسولوني راه التشميس ضروري، تيقولوا لي خصنا نخرجوهم للتشميس. الا بقيتي تخرج القفص للتشميس كل شويه غتبقى مبرز الزوج ديال الحسون، ما غتوصل حتى شي نتيجه. خلي القفص في بلاصتو، ما تحركوش، عوض لهم داك فيتامين دي اي مكمل غذائي، ما تخدمش انت بالمكملات، اعطيهم غير البيض يوميا ملي تبدا الانثى تحط في البيض كما قلت في السابق. اذا هذا مشكل حليناه ديال التغذيه. الهدف الاخوان من اعطاء الانثى البيض يوميا ملي كتبدا تحط لنا البيض هو وفره البيض اللي كتحط الانثى. اذا الى عندك الاناث مثلا الحسون ولا الكناري كتحط لك مثلا عدد قليل ديال البيض، يعني 3 ولا 2 بحال هكايا، وكتحضن صافي ما كتزيدش، تبع هذه الطريقه هذه اللي قلت لك انايا وغادي تلاحظ الفرق. اعطيها نص بيضه يوميا ملي تبدا تحط البيض، تكون على يقين انها غتحط لك 5 ولا 6 ديال البيضات. انا هذه الطريقه باش كنخدم، وديما الحمد لله الاناث كاينين بعض الاناث اللي تتكون اول موسم غادي تبيض فيه وكتحط 5 ديال البيضات من اول عش. هذه هي الطريقه اللي متبع انا من شحال هذه، وراه هي اللي كنصح بها الاخوان اللي كيسولوني في الانستغرام ولا في الصفحه. ثاني حاجه الاخوان خصنا نردوا ليها البال في هذه الفتره هذه هي الذكر ديال الحسون. انا بالنسبه لي هذا الذكر ديال الحسون اللي عندي عارف السلوك ديالو، ما كيخربش العش، ما كياديش البيض، يعني ديجا انتجت به عارفو كي داير. انت الى عندك ذكر ديال الحسون اللي ما سبقش ليك انتجتي به، ولا انت ديال الحسون اللي ما سبقش ليك انتجتي بها، فهنا خصك تراقب السلوك ديال الزوج. الا كانت الانثى حاضنه على البيض وبان لك الذكر كيبرزطها بزاف، كيدخل عليها العش بزاف، كيجر ليها دوك الخيوط اللي كاينين في العش مثلا باش بانيه هي العش،
وديما مبرزتها، فهنا خصك ترد معاه البال. اون فوا تبيض لك الانثى البيضه الاولى الثانيه الثالثه بان لك كيبرزتها بزاف ما كيخليهاش على راحتها، فهنا غادي تعزلوا عليها. غديروا هو في جهه واش خلي الانثى في جهه، هي غتكلف بالبيض، هي غتكلف بالتاكيل ديال الفراخ الصغيره ملي يخرجوا، هي غتكلف بكل شيء، غير هو خليه انفاس ليها، يعني عزل بيناتهم بالحاجز المرئي، خليها تشوفه ويشوفها. حيت كاينين بعض الاناث الا ما شافتش الذكر معاها ولا حداها في القفص كتهجر العش. حاجه اخرى الاخوان واللي ديما كننصحكم بها، هي الا عندك انثى بكريه اول عام غتنتج منها وبدات لك الوضع ديال البيض، فمن الاحسن تكون عندك انثى كناري ولا انثى ديال الهجين اللي انت عارفه من قبل انها تتكبر لك الصغار الفراخ الصغيره. علاش الاخوان؟ حيت الانثى انت باقي ما عارفش السلوك ديالها، تقدر تهجر لك العش، تقدر ما توكلش لك الفراخ، فمن الاحسن تكون عندك انثى كناري ولا انثى هجين اللي تكون جاهزه مخليها للسكور. اون فوا تبدا تحط لك الانثى ديال الحصون البيض، خصك تكون الانثى ديال الكناري كتجمع العش ولا تكون حتى هي حطات البيض، باش هكا كتفادى انك تضيع البيض ديال الحسون. الحاجه الاخرى الاخوان اللي بغيت نهضر لكم عليها، هي الا بان لك الذكر ديال الحسون كالم ما فيه لا مشاكل لا حتى شي حاجه، خليه مع الانثى. بالنسبه لي انا هذا الذكر هذا اللي مع الانثى، يعني هي بدات كتوضع البيض، الذكر بالي ما كيبرزها ما والو، ولكن لاحظت واحد السلوك في الذكر، هو انه كي فين ما كتخرج الانثى باش تاكل كيبدا يتشاجر معاها، كيبدا يتشاجر معاها واحد الشجار اللي عنيف وما كيحبس داك الشجار حتى كترجع الانثى للعش. فاش كترجع الانثى للعش هنا الذكر كيحبس ما كيبقاش يتشاجر معاها، بالعكس كيطلع للعش وكيبدا يوكلها. فهاد السلوك الاخوان حتى هو خايب، ومن الاحسن نعزلوا الذكر على الانثى، وهذاك الشيء اللي غندير انا لهذا الذكر. علاش الاخوان؟ حيت ما كيخليش لينا الانثى انها تاكل على راحتها، يعني يلاه كتهبط كتضرب حبه ولا جوج، ولا كتضرب شي جوج عضات في البيض كيبدا اتاكيها، كترجع مباشره للعش، يعني التغذيه ديالها ما كتبقاش الانثى تاكل مزيان، هكا كتضعف لينا الانثى، كيبدا يطيح لها الريش في اللي في جنب العينين ديالها، كتبدا تطلع علينا الانثى بقله التغذيه. اذا من الاحسن الاخوان في هذه الحاله هذه نعزلوا عليها الذكر ونخليوها هي في جهه وهو في جهه، ويبقى يشوفها وتشوفوا باش هكا ما تهجرش لينا الانثى العش. وبهذا الاخوان ما بقى لي غير نقول لكم سالينا الفيديو ديالنا، الصفحه ديال الفيسبوك والانستغرام غادي تلقاوهم في الوصف، اي واحد عنده شي سؤال يخليه ليا راه غادي نجاوبوا عليه. وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.